احنا هنا في ورش الوادي الجديد مدينة الخارجة الوسطى احمد سعيد. ان شاء الله شحطنا فرغ الشمايز تحت المحرك 3208 كتر بيلر وشحط شمايز جديدة. الشمايز دي عبارة عن قميص وبيحتاج لعملية فرشة، وبعد كده بناخد خلوص، بنقيس خلوص البستم والشمبر بالمعدل. اسمها ايه يا احمد الآلة دي؟ فرشة التنعيم. فرشة التنعيم للبلوكات. المحرك ده هو 3208 حرف فيه زي ما احنا شايفين. Thank you.